وما زلنا مشاهدينا مع زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مصر والمؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي. واتصالا ينضم إلينا هاتفيا الدكتور سعيد محمد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. دكتور سعيد، أولا دلالات كون مصر الوجهة الأولى في جولة رئيس الوزراء الياباني الأفريقية. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. ولو قلنا هذه الدلالات هتنحصر في كلمه او في عباره، هنقول ان هي مصر بوابه الاستثمار المستدامه لجميع الدول المتقدمه، سواء اذا كانت من دول شرق اسيا او الولايات المتحده الامريكيه او من الاتحاد الاوروبي. فمصر هي البوابه المستدامه للاستثمار، كل الدول تسعى للاستثمار في القارة الإفريقية أو شمال إفريقيا أو الدول العربية أو الشرق الأوسط عموما تأتي إلى مصر. شفنا زيارات كثيرة لقيادات ورؤساء وزراء كثيرة جدا في عام 2023، قلنا مصر للبحث عن الاستدامة في الاستثمار. دلالات هذه الزيارة وزيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر، هنقدر نقول برضو ان مصر ما زالت ايضا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى الى جذب حلفاء استراتيجيين غير تقليديين لجذب الاستثمار في مصر. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كل الزيارات وكل الجولات المكوكيه اللي بيعملها سيادته ما هي الا جذب للمستثمر الاجنبي في مصر. من ضمن هذه الجذب الاستثمارات ايضا هذه الزياره لرئيس الوزراء الياباني، وهي دعم لجهود التنمية والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية اللي موجودة عندنا في مصر. دعم أيضا، لو هنقول دلالة هذه الزيارة، أيضا دعم لمشاريع التنمية ومشاريع الطاقة المستدامة ومشاريع الاستدامة اللي موجودة عندنا في مصر. وأعتقد أن يعني مصر لا تستغني عن اليابان ولا اليابان تستغني عن مصر، وخاصة أن هذه الزيارة بداية لزيارة الرئيس الوزراء اليابان، وهذا قبل انعقاد او قبل استضافه هيروشيما لقمه مجموعه السبعه الشهر المقبل ان شاء الله. فاعتقد ان هي زياره كبيره ومهمه جدا لجذب مصر في هذه الاستثمارات، سواء اذا كان في اليابان او داخل مصر. الحقيقة أن المباحثات يعني تناولت العديد من الملفات إلى جانب الشأن الاقتصادي، ما يحدث في العالم من تطورات. الرئيس تحدث عن تبعات الأزمة الأوكرانية اقتصاديا، تحدث أيضا عن التطورات في السودان. إلى أي مدى كان هذا المؤتمر فرصة لتوضيح تطابق الرؤى بين مصر واليابان في هذين الملفين تحديدا؟ شوفي حضرتك، احنا دايما متفقين، او بمعنى اصح اليابان متفقه مع مصر في معظم القضايا، ولا خلاف بين الرؤى او رؤيه القياده السياسيه المتمثله في سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في معظم القضايا، سواء اذا كانت القضيه الفلسطينيه، قضايا الخاصه بليبيا، في اي دوله عربيه، وخاصه ان هم تطرقوا ايضا للمشكله او الازمه اللي موجوده حاليا في السودان. اليابان متفقه تماما وشريك في ثبات الرؤى وشريك، ويؤكد الاتجاهات الرؤية الخاصة بالقيادة السياسية اللي موجودة عندنا في مصر، وده اللي احنا شفناه وتابعناه من خلال هذه الزيارة الرسمية. واعتقد ان يعني اليابان متفقه تماما مع وجهه النظر بالنسبه لمصر بالنسبه للقضيه الفلسطينيه، متفقه تماما مع الاوضاع في ليبيا، ومتفقه تماما مع وجهه النظر المصريه في هذا الموضوع، ومتفقه ايضا زي ما صرح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده في التطورات الوضع في السودان، وان احنا لا نتدخل في هذا في الشؤون الداخليه بالنسبه للسودان، ولكن نقدم المساعدات. وايضا اليابان تتفق مع هذا الراي ومع هذه وجهة النظر. أعتقد أيضا أن اليابان بالنسبة للقضية الفلسطينية، أن كل الاتجاه العام واتجاه القيادة السياسية بتاعتنا في القضية الفلسطينية، أعتقد أن اليابان أيضا مع هذا الاتجاه في الرؤى، وأيضا مع الإصلاحات ومع كل ما تبذله القيادة السياسية في حل لأي مشكلة أو حل لأي خلافات. نعم. على الصعيد العربي. نعم، أشكرك دكتور سعيد محمد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس.